من يوقف هؤلاء يا جماعة؟ دول أفسدوا الإسلام وأفسدوا الدين وأفسدوا كثيرا بل غالب المسلمين، وكانوا سببا في ضياع الدين والدنيا. إذا دارين اقتصادكم، تاني بكرر وللمرة المليون، إذا دارين اقتصادكم يصلح فلنحارب هؤلاء، ما بنفجرهم زي الدواعش الإرهابية، لا، نحاربهم منهجيا، نكشفهم في الحلقات، في المحاضرات، في الخطب، في الدروس، في المساجد، لأن ربنا بيسألكم من المنكر ده. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال ابن باز رحمه الله: وأعظم المنكر الشرك بالله، وأعظم المعروف توحيد الله. فأنهوا عن المنكر ده يا أخوانا، شغلوا. طبعا ده الكذابين كله شغل بتاع خيابة ومياعة وبطالة. الشيخ بعين لهم كده، جماعة بيكو بس بعين لهم كده، اها شغلوا. ده ذكر، ده ذكر. وفي ذكر ده كان نسيته ما جبته لكن موجود عندي، ذكر بيقول: واي والله ججت ما انا قلت وناغل الفسق ليس بفاسق. الشيخ بيقول لي تاني واي، ده بيقول واي، ذكر ذكر لله. تخيل ده جوا الجامع، ده اللي اسمه محمود الضعيف ده اللي ما دي قال طالع في الكفر، وداري يبقى البرع الجديد بيلم قال في الطرق كلها يمشي يزور الطيب الجديد ويزور اللمين ذاك ويزور منو ويزور منو، وده ضال مضل، ده ضال مضل، دار يضلل الأمة دي ويرجع الناس تاني للضلال والله العظيم. ودار والله يضيعوا الإسلام في البلد دي، وده الأخطر من الشيوعيين الملاحدة. ليه؟ لأنه يا أخواننا لو جاك شيوعي قال لك لا إله والحياة مادة، ما بزول بيقبل. ما هو ده، ده قال رسم صورة قال لي آدم بالكذب طبعا، وصورة قال دي صورة الله ونشرها للناس، صحيح ولا ما صحيح؟ الناس كلها ما قبلت. ليه؟ لأنه ديك ضلال واضح. أما الصوفية ديل ضلال باسم الدين، باسم الإسلام، باسم الولاية، باسم الصلاح ومحبة الصالحين ومحبة آل البيت، عشان كده تمكنوا من السودانيين يا إخواننا. والشرك ده موجود والله.